اسمعوا هذا، اسمعوا خلنا سمعكم يا بالخبر اللي نقلته، اسمعوا حتى انتم يصير عندكم فكره عن نوع نوع المخدرات اللي قاعد ياخذونه. تشوفون هذا النوع جاي منين جاي يجيبونه؟ يقولك هو مات ابو الكفت، قال هاي منين جاي يجيبونه؟ يمكن من خرمان. هاي احد اتباع حسن، اذا نسميه يعني هسه وراي هوسي، حسن بيجر، حسن بيجر احد اتباعه خرج على الهواء في برنامج تلفزيوني يقسم قسما عظما، يقسم بالله ويقول ان حسن نصر الله عاد من الموت، واخبر اتباعه ان الامير محمد بن سلمان هو من قرر اغتياله واغتيال قيادات ايرانيه اخرى. المن جاي يحكون هاي بالتلفزيون؟ لا بالتلفزيون كلكم شفتوا، انا حطيت الفيديو على المن جاي يحكي، جاي يحكي هل المتخلفين ما يصدقون دول ايش يريدون بيه؟ هم يريدونهم يمشون، هم يريدونهم يروحون، حتى تعرفون ان الهدف وين هذا، منو اللي جابهم دول؟ جابتهم نفس الصهيون، نفسهم دول، بريطانيا مو سوت اسرائيل، هم سوت دول. يعني انتم مستبعدين، تقول لك الاي 6 ما يشتغل، لا يشتغلون، الان انتهت. هذول ينتظرون فقط المسير الى الجحيم، احنا نقول لهم المسير الى الجحيم، لانه انتم رايحين على شغلة تنفذونها وتنتهون.